الكل بالمناسبة لازم يبقى شايف وراصد شكل التحرك المصري بشكل عام. بصوا يا جماعة، احنا من سنين طويلة جدا، يمكن عمري كله قبل 2014، ما كناش بنشوف انه في التوافق المتطابق، خد بالك بقى، مش التوافق، التطابق في موقف القيادة السياسية، موقف القوى السياسية والمعارضة، موقف الإعلام، موقف الجماهير، الرأي العام العادي جدا. لأول مرة نشوف التطابقات دي، لأول مرة، وده في حد ذاته بقدر ما هو رائع بالنسبة لنا احنا كمصر، بقدر ما خد بالك مزعج لقوة كتير في الدنيا، مزعج إلى أبعد الحدود. لو متصور ان في ناس بره ملايكه وعايزين لنا انسى. طب خلينا هنا اخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا 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 يا استاذ عماد. اهلا بيك يا استاذ يوسف، تحياتي ليك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ عماد. انا مصر ان انا اشوف القراءه بتاعه شخصياتنا العامه وكبار كتابنا وسياسيينا للمشهد الانتخابي، ويمكن من وجهه نظري هو لا ينفصل عن المشهد السياسي داخلا وخارجا، اقليميا او على المستوى الدولي. نعم، اتفق معك يوسف. ما حصل في الثلاث ايام دول طبقا لما خرج من مشهد شفناه بعينينا أو انطباعات عامة شفناها أو مؤشرات أساسية. نحن هنا نتحدث عن شخصية الرئيس الفائز، هو معروف بنسبة يعني تكاد تكون 100%. نحن نتحدث عن الظواهر والدروس التي أحاطت بهذه الانتخابات وجعلت فيها مفاجآت بالنسبة لنا كبيرة جدا. المفاجأة الأولى أو الدرس الأول هو البداية القوية غير المعتادة في كل الانتخابات في مصر، اللي بتبتدي هاديه جدا ويبقى الزحام والشده والاندفاع في اللحظات الاخيره. احنا في هذه الانتخابات كان فيه ضربه بدايه قويه جدا جدا، بعد يوم ونص كان طبقا للهيئه الوطنيه للانتخابات في 45% من الناس صوتوا، وده اعلى من انتخابات 2018 وتقترب من المرحله الاولى من 2012. ثم وبالتالي يعني انا هنا لا اذيع اخبار، لكن على الاقل في يوم ونص الثاني على الاقل يبقى في 55%، فيبقى عندنا نتيجه على حد وصف رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات تاريخيه، وعلى حد وصف اخرين تفوق التوقعات. دي الملاحظه الاساسيه، انه في اكبر نسبه مشاركه سياسيه في انتخابات رئاسيه تعدديه في مصر. ده موضوع في منتهى الاهميه. نمره اثنين هو عوده الروح للاحزاب المصريه وبدء عمل حقيقي على الارض فيما يتعلق بحشد الناخبين كل في حملته، سواء المرشحين الثلاثة الحزبيين أو الأحزاب الداعمة للمرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا مستقبل وطن وحماة وطن. كان في جهد حقيقي وصل إلى حد يعني مش بس التنسيق، التنافس الحزبي في من القادر على الحشد أكثر من القادر على تحريك ماكينته الانتخابية. وهنا دي طبعا نمرة ثلاثة هو عودة الاعتبار للسياسة، بمعنى أنه المرشحين بينطلقوا من انتماءات حزبية، ودي مسألة في منتهى الأهمية. في حاجات كثيرة يعني ممكن نتكلم فيها، منها الشباب وده متغير جديد. الرسالة طبعا الموجهة لمن توجه له هذه الرسالة، رسالة الحشد الكبير أو نسبة المشاركة الكبيرة سواء في الداخل أو في الخارج. يعني في كثير من النقاط ممكن نتكلم فيها. طيب يعني اختار لي نقطة تتكلم فيها عشان مش عايز أقفل بصراحة. طيب النقطة الأساسية أظن أن هذه المشاركة الكبيرة هي درس مهم لكل الذين قاطعوا أو شككوا في المسألة، لكن الدرس الأكبر هو أظن هي ستكون داعمة جدا للموقف المصري فيما يتعلق بغزة والحرب الوحشية الإسرائيلية على غزة والمخططات التي صارت واضحة من إسرائيل ومن يدعمها فيما يتعلق بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية. أن الشعب المصري، أنا أظن الشخصي أن عامل غزة هو العامل الأكثر دفعا في نسبة المشاركة العالية. يعني ممكن تقول في 10 أسباب دفعت المصريين للنزول بهذه الكثافة، نمرة واحد ونمرة اثنين ربما يكون غزة والأخطار التي يشعر المصريون أنها تهدد بلدهم وحدودهم، أو المحاولات التي تحاول التأثير في الأمن القومي المصري وحاول تصفية القضية الفلسطينية. دي نقطة في منتهى الأهمية بتدي رسالة مهمة للخارج انه البلد دي متماسكه، البلد دي قويه، البلد دي مش منقسمه فيما يتعلق بالموضوع ده تحديدا.
موضوع الامن القومي المصري اللي هو يعني للمره الاولى من فتره طويله جدا يبقى فيه موقف الدوله والحكومه والشعب والاحزاب والمعارضه متفق عليه تماما، وهو التصدي للمخططات الراميه الى حل القضيه الفلسطينيه على حساب مصر. عظيم جدا جدا جدا، نتفق معاك جدا في المساله ده يا استاذ حاج استاذ عماد. واتمنى اتمنى بقى والنبي ما تكسر بخاطري، انا عايز تبقى موجود معانا فور اعلان الانتخاب الهيئه الوطنيه للانتخابات عن النتائج والارقام والنسب، في يومها تبقى موجود معانا، انا حاجز من دلوقتي. طيب انا انت اخي وصديقي والقناه الاولى من يعني القنوات المحببه الى قلبي، قناه مصر القناه الاساسيه، فكل التحيه والتقدير ليك ولهذه القناه ولكل العاملين فيها. يا رب يخليك يا استاذ عماد، كل الشكر ليك كاتبنا الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني.